اللي شافوني جيش معاهم هما صونا والوالد صونا ليه. حنايا حنايا كنسكنوا هنايا تا دربنا ياك عارف الحليبيه، هما ساكنين في حيمود، بنادم ساكن في حيمود، بنادم ساكن في جهه اخرى وجاي هنايا وشاد الزباله. الزباله كانوا شادين ولاد الحليبيه هما اللي كانوا خدامين فيها، ولاو شي وحدين اخرين هما اللي خدامين فيها، وحنا نشردوا نديو ديال بنادم نبيعوا الحشيش والفانيل. يلا خارجه في شهر 8 ولد 14 عام ضربت الحبس. علاش الظلم دابا وليت باغا كمي شافت ليا خدمه قالت لي قال لها حسن السير ضروري خاصك تجيب حسن السير. وهاد الناس راه ما عرفتش مالهم. انت كتشوف دابا اصغر واحد فينا هنايا اج اصغر واحد فينا خويا ها هو ضارب الحبس، كيمشي يخدم خاص حسن السير، كيمشي للزباله كيبغي يخدم كيجمع كيلو ديال البلاستيك ولا هادي كيشريو من عنده في السدريات باقل ثمن. هذاك حيت لا تجيب شي بعشيه لواحد هناك تشري على الاقل كتبيع كيلو بدرهم ولا بكذا. كتجي هنايا عاوتاني هما الكاري انا تشي كلشي على عينك كيحبسوا لنا كيحبسوا الكاميوات ما خلاهمش يدخلوا. كيقول لك حنا اللي كنحبسوا الكاميوات، حنا سين مين جايين باغينا حقنا، وهما شادين الزباله بلا ما نبداو نجبدوا شي هضره اخرى خلاها بعيده وحشومه عليهم هادشي اللي كيديروا. علاش حنايا دابا اللي ضرب المونشيف ما يبقاش يخدم؟ ها كنمشيو كندفعوا شي سيفيل شي شركه ولا شي لعيبه كارديان يلا اخرى كيقول لك سير جيب حسن السيره. شناهو نمشيو نخطفوا ندو ديال بنادم حشومه. ها انا في عمري شحال 21 في عمري اخويا، شناهو نبقى نكريسي ولا نبيع حشيش ولا نبيع الفانيد؟ خويا انا كنت طالب من هاد العباد الله يبعدو منا. الا بغيت ندير شي حاجه اللي خارجه القانون اوالدي يشكرفس نقدر الله يسر ندير شي حاجه اللي بنادم ما يقدش عليها. بنادم راه عارفني حيت عندي واحد والدي دراوش فهمتي، حيت عذبتو معايا بزاف، امي فيها السكر الطونسيون العصب، امي تعذبات معايا بزاف و 14 عام وانا عامين ديال الحبس فهمني. ملي كتخرج عاوتاني ملي كتخرج كتبغي تدفع شي حاجه تبغي تخدم شي لعبه يقول لك جيب حسن السيره. دابا حنا كنطالبوا باغينا الكاريان يبعدوا منا يبعد منا بنادم. هادشي اللي باغي هاد الناس هادو شادين واحد جهه كيترزقوا من الله. جاو لينا هنايا جاو لينا هنايا حتى كما كتشوف جاو لينا هنا بالطوموبيلات كيحبسوا الكاميوات باش يمشيو عندهم البلاصه ديالهم. واش حنا البلاصه ديالهم ملي كتمشي عندهم تما دايرين لك 10 دريال الكيلو راه هي كيقول لك خدم التعاس من سعد الناعس. اما حنا اما السيد هذا اللي حنا السيد هذا اللي حنا واقفين معاه راه ماشي واقفين معاه على حساب فلوس ولا حنا واقفين معاه على الحق. حتى السيد هذا الله يرحم ليه الوالدين حتى كما كتشوف مخدم ناس اللي ما باغاش الشبله فهمتي. كما هاد السيد انت هاد السيد هذا والدي مراد يلا خارج من الحبس حشومه وعيب كاملين نبيعوا نهار على نهار. هاد الناس عندهم فلوس فهمتي عندهم فلوس عندهم فلوس شارين ديور شارين طوموبيلات فهمتي شارين ديور شارين طوموبيلات. كيف ملي كنجيو كندوي معاهم كيقول لك سير غنصيفطك الحبس. هاد الناس هادو حنا جينيراسيو حتى كما كتشوف هاد الناس كندوانا على الرئيس الجهه الله يرحم لك الوالدين. شوف من حاله الناس راه كلشي باغي يعاون والديه. هانت كما كتشوف الغلاء 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 طالع الضغوطات على كما كتشوفوا دابا العيد قرب فهمتي. الناس حنا ما باغيين والو هانت كما كتشوف الحاله ديالي انا كي داير هادشي اش غتقبل عليا الشركه ما تقبلش عليا الشركه غتشوف هاد الحاله غتقول لك هذا شفار. اما انا دابا انا حاليا كما دويت على راسي راه داول هاد الناس هادو بغينا حاجه واحده حنا باغيين الحلال. حنا كنضيعوا حنا عارفين راسنا كنضيعوا في هاد البلاد فهمتي. شي حاجه ما قابلتش علينا حنا ما بقينا باغيين والو باغينا الحلال. حنا دابا حاليا جايين سلميين حنا من هذوك النوع اللي باغي نمشيو جنب الحيط. انا راه ما كرهتش الحيط نتقبو نمشي وسط منه فهمتي. بصح الله يشوفك حيت حنا راه كنضيعوا بشويه بشويه. هاد الحاله هادي كما كتشوف العقل ديال الصغر فهمتي ما كناش عارفين، ولكن ملي كبرنا عرفنا وعقنا ولا بغينا الحلال بغينا نعاونوا والدينا. وكنطلب من الرئيس الجاي يتاخذ يشوف من حالنا الله يرحم والدي.